واجب قطعوني امبارح يعني مش تابع زي ما انت جاي معايا. لا 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 ما فيش تقطيع، دي حاجه بسيطه يعني. محمد هي اللي بتتكلم. انا عايز ابعت لشادي على الواتس اقول له يا شادي اهدى شويه، انت جاي بكره، انت جاي بكره، عايز افكره يا شادي يا شادي. المهم انا شفت الفيديو بتاع خالد، بس شفت الحته اللي انا فيها ما عرفتش ان انا داخل في الموضوع. لا ما اتكلمش عنك خالص، وفعلا الاعلام بشكل عام وتصوراته. اتقال اسمي؟ اتقال اسمك سيف طبعا، لكن سيف وكابتن شوبير وهاني حتحوت والاسامي كلها يعني، ما خصش اسماء معينه غير كابتن شوبير طبعا. في الفصل جبت نادر شوقي، في الفصل جبت نادر شوقي، ونادر شوقي ده من ضمن الناس اللي عليه بلاغ استفهام يعني. ليه؟ انك بتعمل مداخلات لنادر شوقي يعني، ازاي نادر شوقي يعمل مداخلات ويتكلم على لعيبه الزمالك؟ يعني من المحرمات. زعلان امبارح من دي؟ لا انا مش زعلان من دي، انا زعلان من فكره نادر شوقي في الصياغه بتاعه كلامه اللي قالها قبل كده، اما ساب وقرر ان هو يفسخ عقده مع رمضان صبحي باعتبار ان هو كان في النادي الاهلي وازاي يروح بيراميدز. فهو ليه شايف انه ما يجيب عرض لاحمد سيد زيزو باعتباره هو وكيل النادي مش وكيل زيزو، حازم الحديدي الاهلاوي الاخر هو اللي وكيل زيزو، لكن اما هو يجيب ده امر طبيعي. طب ليه مش شايف ان زيزو يقعد في نادي الزمالك برضو؟ مش برضو انت زعلان انه شفت ان ال 20 جنيه في النادي الاهلي او الجنيه ب 20 في النادي الاهلي، ليه مش شايف ان الجنيه في الزمالك بمليون؟ دي مش بعض التضاد افكار مضاده؟ لا 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 صلي على النبي اسود السلام. يلا بينا. انت ما اتفرجتش على نادر؟ اكيد. لا لا نادر مع فتحي ونادر مع رمضان زعلوا ان مشي معاهم في طريق وهم كانوا رايحين سكه ثانيه، وهم كانوا رايحين في سكه ثانيه. هي لا ليها دعوه بالاهلي ولا بعشرين ولا بخمسين. كويس. خليك بس معايا واحده بس. نادر عشان الامور تكون يعني واضحه يعني طبعا، ما يعني انا اسف ما يعرفش حد يعني ما يعرفش حاجه قصاد الارقام والفكه يعني. البيزنس بتاعه نادر النهارده باجي اقول له الفلان اللي ماضي معاك عايز يضيف يديني رقم في السماء. فنادر ملوش علاقه، مشكله نادر ان هم مشوه في سكه خلعوه. وهو مش في سكه خدعوه رمضان صبحي، واضحه وصريحه. وادانا ذلك ان هو بعد اقل من ساعه من اعلان رمضان صبحي انتقاله للبيراميدز، نادر شوقي لوحده تطوع ان هو اعلن انفصاله عن رمضان صبحي، لان هو قال لك اتعرضت لخديعه من رمضان صبحي. مليون في الماضي دي قصه ثانيه. قصه زيزو، انا راجل جايب عرض وزيزو ماضي سنتين في الاهلي، بلاش زيزو سين من الناس. النادي يرفض ويقبل يا جماعه، احنا ليه مكبرين؟ مين قال ان النادي وافق؟ هي الفكره وفي لا الكلام. لا لا انا مش بقول كده، انت برضو مش سامعني. انا فاهم انت ما عندكش. لا 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 مش جهاز الاستقبال. لا 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 بالعكس، انا اكثر واحد املك قدرات على الاستقبال. انا بقول لك، انا بقول لك انا سيد زاهر واحد كويس. معدي انا معايا مبلغ عايز فلان الفلاني من الاهلي والزمالك، روح قدم عرض للنادي. حقك. قدم عرض للنادي. النادي الولد اصلا بقاله سنتين في النادي. مظبوط. النادي يقبل يرفض عادي. صح. ايه المشكله لكن بقى؟ من الغرائب والعجائب زي باسم البرنامج وطرائف وغرائب انه ان نادر شوقي يطلع يقول هو يمشي في 22 في صيف 22 فبيعود الوقت احسن. دي مش نصيحه برضه؟ لا ده حق. دي ايه دي؟ لان هو مستفيد. انا وكيل لعيبه. طبعا. لا هو مش وكيل اللاعب. لا وكيل النادي. انت مش سامعني برضه؟ صلي على النبي. انا بقول انا وكيل لعيبه، انا مش وكيل اللاعب. انا وكيل لعيبه. صحيح. فانا عايز ايه؟ هو حازم الحديدي عايز ايه؟ هو نادر عايز انا عايز مصلحتي ومصلحه اللاعب. فبضغط ازاي؟ بضغط على الورق بضغط. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت شفت نادر في تصريحاته مع النادي الاهلي ما كان بيخش معانا قبل تجديد رمضان وقبل تجديد احمد فتحي وكلامه؟ صحيح. فاهم قصدي؟ نادر شوقي كان بيقول لي ان الاهلي ما يقدرش على طلبات رمضان صبحي وحياه المصحف على الهوا، كان بيخش يقول لي كده. مظبوط. اما اتفق ووصل لخط هي معروفه على فكره، مش توقعاتنا دي، ده الكتاب بتاعهم بيقول كده. يفضل يقول لك اللاعب ب 100 ب 200 ب 500 افضل حاجه خلاص.